فاطمه والمفروض في الاسم بقى الكلام ده. هات يا ابني الحرز على الاسم. يلا اتجار في مواد مخدره وادويه مدعومه. خالد جاب لي محاميين كبار بس كنت خلاص لبست التهمه. انا كنت مديره المستشفى. ادويه الجدول دي كانت في عقدتي. لبست 10 سنين سجن وخرجت بدري لحسن السر والسلوك. بتمنى من ربنا الاقي بنتي واشوفها. ان شاء الله تلاقيها، ان شاء الله تلاقيها وتفرحي بيها. تعالي نعدي. الو ثانيه واحده. بقول لك ايه، وحيدة تقول لسه ان انا جايه له حالا. ودي الموبايل ده لمنى شلبي عشان عمال يرن من الصبح. الو ايوه يا استاذ فوزي. اهلا اهلا، وحشني والله. فينك يا استاذ؟ تصوير. طبعا انا جاهزه، انا جاهزه. حضرتك عارفني يعني بيسموني عبير دليفري وكده. ماشي يا استاذ، ان شاء الله. ماشي يا استاذ، مع السلامه. وشك حلو عليا، وشك حلو عليا. جالي شغل، جالي شغل. وبعدين ايه بقى، محتاجين نشتري بقى هدوم كتير قوي قوي عشان ما عنديش حاجه خالص اشتريها. فما تعالي معايا. والله فكرتيني، انا كمان محتاجه اشتري هدوم كتير. طيب تعالي نروح المحل ده. انا جايب لك زبون ما بيجيش غير مره واحده بس في العمر. زبون بيحب يكون اول واحد في حياه اي بنت. هجيب لك منه 5000 دولار ويمكن اكتر. مش اول مره برضه ولا؟ ثانية واحدة بس، عايز اوريكي صورة حلوة كده. الله، نهارك اسود يا نهارك اسود يا نهارك اسود يا نهارك اسود. الله يخرب بيتك، انت ما عندكش دم. حرام عليك، انا يوميها زائدك وهتجريلي. انا عارف عارف ومصدقك، بس الصورة ما بتكذبش. انا ما حصلش بيني وبينك اي حاجة. حرام عليك. هو ده اللي مزعلني، ما بيحصلش بيني وبينك اي حاجة. اسمعي الكلام والنعمة هتنبسطي. انا عايز افهم، انت هتستفيد ايه لما تفضحني؟ مفيش فضايح ولا عارف. فضايح ايه؟ ربنا ما يجيب فضيحة. كل ما هنالك يعني طول ما انت فاضيه بعت عليا انا قاعد لوحدي. لكن لو ما عملتيش كده هتبقى هي دي الفضيحه. هبعت الصوره لخطيبك وما تسالنيش اعرفه ازاي ان اسمه زي الطبل في الزقازيق. تعالي نقعد شويه. تعالي قبل وقليل ادب. سافر بيت. خدي طبعا مجنونه، خدي اما اقول لك. استني خدينا معاكي. استنوني. مالك يا بنتي بتتنطي كده ليه؟ ابدا مفيش حاجه. يعني ايه مفيش حاجه؟ ده انتي بتتنفضي ولا من الكهرباء؟ تعبانه، حمل تعبني. هو الواد الرمه اللي تحت ده ضايقك في حاجه؟ سيبك منه، ده واد زبالة. الدنيا كلها بقت زبالة.
ما نزلتيش ليه يا كوكي؟ مفيش شغل النهارده ولا ايه؟ هو الشغل بيخلص ولا الهم بيخلص؟ انا بس صحيت تعبانه شويه وعندي مغص كده، قلت اشرب حاجه سخنه اخد دواء وارتاح شويه. اغرف لك؟ اغرفي يا حبيبتي. ما احنا مش هنستنى ولا؟ لا بقول لكم ايه، انت هتستنوها ولا ايه؟ ولا ملهاش اي مواعيد، لو هتستنوها هتصوموا. انت بتاكليش ليه يا كوكي؟ ايه يا لهوي، في ايه؟ كوكي الحقي كوكي، انحرس فيك كوكي. مالها دي؟ ايه دي؟ واي واي واي، خليك واي. مالك يا كوكي؟ كوكي انا رحيم حبيبتي، انا يستر. من اسبوع؟ خد يا ستي. ما لسه بدري. انا عايز افهم انت ليه مش عايزانا نجيب لك دكتور؟ دعاية قديم ومتعود اخد له مسكنات وبيروح على طول. على فكره احنا لازم نروح عياده الدكتور خيري ده تاني ونخليه غصب عنه يوصلك ليه. ازاي بس يا صفيه؟ ده حتى مش عايز يقابلني. الدكتور تحت امر اللي يدفع له الفيزيتا بتاعته. احنا نروح له بقى كلنا زيارة عائلية. عائلية؟ آه. أنا آسفة يا خيري بس ما كانش عندي حل تاني. طلبك مش عندي يا ليل، أنا ما أعرفش خالد فين. أنت ما فهمتش. شبشبة وهنشبشب، خناق وهنتخانق، قلة أدب ومفيش أكتر منها. هنا وفي البيت، وهي مش هتخسر أكتر من اللي خسرته. آه. ده غير الفضايح بقى والجرس، فضيحتك هتبقى بجلاجل قد كده، والناس هتبطل تيجي لك العياده، هتشطب. طب ليه كده ليه؟ مشكله بينك وبين خالد، انا ايه ذنبي؟ عايزه بنتي يا خيري. وصلني يا خالد. انا عارفه ان انا عملت له فضايح ومشاكل كتير. بس ما توصلش ان هو يمنعني عن بنتي. انا بترجاك دلوقتي يا خيري. اقسم بالله العظيم. وحياة حبستي في السجن ظلم، لو راست على القتل هقتل. ممكن تهدي بعد اذنك؟ اديني فرصه وانا هبقى اكلمك. انا استنيت كتير، خلاص وصلت لاخري. حسن تليفونك. ما تتاخرش.